وإني أحرِّق دلائل الخيرات وروض الرياحين. دلائل الخيرات، قالوا أنه حرَّق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات كتاب الصلاة والسلام على خير البريات، غلو، فيه غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل، لكن الشيخ لم يحرِّقه. طيب ولا حرَّق نسخة، الباقي الأرض مليان ثمنه، هذا حُنق يعني، أنه يحرِّق نسخه والأرض مليان ثمنهم والناس يتناسخونه، فتحريقه ما يؤدي إلى شيء، لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب. أما تجي على كتاب وتحرقه وتقول هذا كتاب باطل، هذا ما يؤدي إلى شيء، لكن رد عليه وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من الضلال. وأما أنك تتلفه وتحرقه هذا ما هو بحل، الشيخ ما هو بأحمق يعمل هذا العمل. وإن كان دلال الخيرات كتاب سيء، لكن الشيخ ليس أحمق يحرقه، لأن تحريقه لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يزيد الأمر شدة، فهذا كذب على الشيخ. والصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ، قال: وقد حرق عمدا أو حرق جهرا للدلائل دفترا، وهذا بناء على ما بلغه، بناء على ما بلغه، ولا الشيخ ما حرق، لأنه ما يجدي شيء تحريقه. نعم.